بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في خدمة دروس. ودرسنا اليوم أعزائي للصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من مادة العلوم، وعنوان درسنا لهذا اليوم الغلاف الجوي والطقس، كيف تدفئ الشمس الأرض، وما طبقات الغلاف الجوي، وما الذي يغير الضغط الجوي. درسنا اليوم من إعداد المعلم فاضل عبد الله بخاري وتقديم محمد المجدوع. أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها في درسنا اليوم هي أولاً تبيان المقصود بالإشعاع الشمسي، ثانياً تفسير تأثير ميل أشعة الشمس على سطح الأرض، ثم وصف طبقات الغلاف الجوي وتوضيح مفهوم الطقس، أيضاً تبيان العوامل المؤثرة في الضغط الجوي، وأخيراً توضيح مفهوم الرطوبة. لو تأملنا ما هو أمامنا الآن نجد الرياض وموسكو مدينتين، كلا المدينتين موجودة وين؟ على سطح الكرة الأرضية، ولكن نلاحظ من خلال الصورتين من المدينة الأكثر حرارة؟ نعم، الرياض هي أكثر حرارة من مدينة موسكو التي يعرف عنها أنها تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، أما الرياض فترتفع درجات الحرارة تصل في الصيف إلى الأربعينات. طيب، هذه المدينتين متفاوتة في درجة الحرارة، وهي موجودة أي كلا المدينتين على سطح الكرة الأرضية. الكرة الأرضية هي تستمد حرارتها من مين؟ تأخذ الحرارة من مين؟ أيوة، إذن من خلال الصورة الكرة الأرضية تستمد حرارتها من الشمس، فالشمس تمد الكرة الأرضية بالضوء والحرارة، ولكن نلاحظ أن الكرة الأرضية ليست متلاصقة مع الشمس، بينها مسافة كبيرة جدا، كيف تصل حرارة الشمس إلى الأرض؟ كيف تصل حرارة الشمس إلى الأرض؟ تصل عن طريق الإشعاع الشمسي. الإشعاع الشمسي هو انتقال الضوء، انتقال موجات الحرارة من الشمس إلى سطح الكرة الأرضية، وبذلك تسخن طاقة الشمس سطح الأرض. إذن هذا هو ما عرفناه، ما هو الإشعاع الشمسي؟ انتقال طاقة الحرارة، طاقة حرارة الشمس من الشمس إلى الأرض. تكلمنا قبل قليل عن تفاوت درجة الحرارة ما بين الرياض وموسكو، ثم ذكرنا أن الأرض تستمد حرارتها من الشمس عن طريق الإشعاع الشمسي. نعم، ممتاز. لكن التفاوت في درجة الحرارة على سطح الأرض، ما هو سبب التفاوت؟ لماذا لا تكون كل أجزاء سطح الكرة الأرضية متشابهة أو متساوية في درجة الحرارة؟ لماذا لا تتساوى؟ لو تأملنا في منتصف الكرة الأرضية يوجد هنا خط وهمي يعرف بخط إيش؟ نعم، خط الاستواء. خط الاستواء هو خط وهمي يقسم الكرة الأرضية إلى كم قسم؟
إلى قسمين، النصف الشمالي والنصف الجنوبي. منطقة الخط أو منطقة خط الاستواء، نجد أن أشعة الشمس متعامدة عليها. كم درجة التعامد؟ كم؟ أيوة، تكون الأشعة بدرجة 90 درجة، إذا درجة عمودية. وكلما طلعنا إلى الشمال نجد أنها تكون إيش؟ الأشعة تميل إلى 120 درجة مئوية، ثم في طلعنا الشمال أكثر تميل إلى 150 درجة مئوية. إذا طلعنا إلى الشمال في أقصى الشمال نجد أنها تكون أشعة أفقية. هل كمية الحرارة التي تكتسبها المنطقة التي تسقط عليها الأشعة بشكل عمودي نفس كمية الحرارة التي تكتسبها المنطقة التي تسقط عليها أشعة الشمس بمثلا 150 درجة؟ لا، إذن تتفاوت درجات الحرارة، والسبب في تفاوت درجات الحرارة هو اختلاف ميل أشعة الشمس عند سقوطها على سطح الأرض. والسبب في ذلك هو أن الأرض إيش؟ ها، الأرض سطحها مستوي؟ نجد أن سطح الكرة الأرضية كرة، ذكرنا كرة يعني شكل كروي، فلذلك السطح لا يكون مستوي في كل الأحوال، فلذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس، ومن ذلك تختلف درجات الحرارة. فلذلك لو رجعنا إلى الشريحة السابقة، مدينة الرياض ومدينة موسكو، أكيد الآن عرفنا ما هو سبب تفاوت درجة الحرارة في المدينتين. وشو؟ نعم، السبب في التفاوت في درجات الحرارة هو اختلاف ميل أشعة الشمس عند سقوطها على سطح الأرض. فلو فرضنا الرياض في هذه المنطقة هي قريبة من خط الاستواء، في منطقة قريبة من خط الاستواء تكون حرارة فيها أعلى، وكلما صعدنا إلى الأعلى شمالا أو إلى الجنوب نجد أن كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تنخفض درجة الحرارة، كلما ابتعدنا جنوبا أو شمالا تنخفض درجة الحرارة. مدينة موسكو هي أبعد من مدينة الرياض عن ماذا؟ عن خط الاستواء. لو فرضنا مدينة موسكو في هذه النقطة، مدينة الرياض في هذه النقطة، من الأقرب لخط الاستواء؟ الرياض. نعم، إذا الرياض تكون أكثر حرارة من موسكو لأنها هي الأقرب إلى خط الاستواء. نأتي الآن أعزائي الطلاب إلى التقويم المرحلي. يمر بمنتصف الأرض خط وهمي يسمى خط الإشعاع أم خط الاستواء أم خط الأرض؟ ها، أيوة، إذن يمر بمنتصف الأرض خط وهمي يسمى خط الاستواء. نعم، جيد. تأمل معي عزيزي الطالب وعزيزي الطالب هذه الصورة. أشعة الشمس، ذكرنا أن الشمس تمد الأرض بالإشعاع الشمسي، أشعة الشمس الآن تسقط على الأرض. طيب، جزء منها ينعكس، كم؟ 5% من أشعة الشمس ينعكس، و50% من أشعة الشمس يمتص سطح الأرض. إذا الأرض سطح الأرض يمتص 50% من أشعة الشمس، وخمسة تعكسها الأرض، يصل إلى الأرض ولكن ينعكس. طيب، 50 وهنا 5، كم؟ 55. طيب احنا نقول 55%، 55% وصلت إلى سطح الأرض، امتص جزء وانعكس جزء، كم بقي من 100؟ احنا قلنا 55 الآن، إذا كم بقي؟ 45% من أشعة الشمس لم يصل إلى سطح الأرض، أين ذهب؟ لو لاحظنا في هذه الصورة نجد أن
20% من أشعة الشمس يمتص في طبقات الغلاف الجوي في السحاب وفي طبقات الغلاف الجوي، و25% ينعكس في طبقات الغلاف الجوي. يعني 25 وال20 45% من أشعة الشمس تنعكس أو تمتص قبل أن تصل إلى سطح الأرض، لا تصل إلى سطح الأرض. إذن هذه الأشعة تمتص وجزء منها يمتص 20% في طبقات الغلاف الجوي، و25% يعكسها الغلاف الجوي. طيب ماذا نقصد بكلمة الغلاف الجوي؟ تأمل معي هذا المنظر للكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية، لكن نجد أنه يحيط بها شيء ما. ما هذا الشيء؟ أيوة، هذا هو الغلاف الجوي. الغلاف الجوي هو غلاف من الهواء، هو غلاف من الهواء يحيط بالكرة الأرضية، يحيط هذا الغلاف بالكرة الأرضية، وهذا الغلاف هو من الهواء، غاز شفاف لا نراه بالعين، ولكنه يحيط بالكرة الأرضية. كيف يكون هذا الغلاف؟ خلونا نشوف. الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية يتكون من طبقات. كم طبقة؟ ها، كم طبقة؟ 1، 2، 3، 4، 5. إذن يتكون الغلاف الجوي من 5 طبقات. هذه الطبقات لو بدأناها بالأقرب من سطح الأرض، الطبقة الأولى وهي طبقة التروبوسفير، وهي تمتد من سطح الأرض إلى ارتفاع 10 كيلومتر، وتعرف هذه الطبقة بطبقة الطقس، سميناها طبقة الطقس لأنها تكون فيها كل الحالات الجوية التي تحدث بالقرب من سطح الأرض، وسوف نتناول ذلك. يأتي بعدها الطبقة الثانية تمتد من 10 كيلو إلى 50، يعني 40 كيلومتر سمكها، وهي طبقة ستراتوسفير التي يوجد فيها طبقة الأوزون، ثم طبقة الميزوسفير، ثم طبقة التروموسفير، ثم يأتي أخيرا في الأعلى، آخر شيء في الأعلى، طبقة الإكسوسفير، وهي تمتد من بعد 600 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر. يعني كم تكون تقريبا سمكها؟ 400 كيلومتر. تكون الغازات في هذه الطبقات العالية تكون غازات الهواء متباعدة، أو عفوا ذرات الهواء متباعدة، ذرات الغاز أو الغازات تكون ذراتها متباعدة عن بعض، ليست قريبة من بعض كما هي في الطبقة القريبة، طبقة التروبوسفير واستراتوسفير. هذه الطبقات فيها غازات هواء، كميات الهواء هذه اللي موجودة من الطبقة الأولى إلى آخر طبقة الخامسة، كل هذا الهواء له وزن، وهذا الوزن يضغط على سطح الأرض. بعد قليل في الشريحة القادمة سوف نتذكر هذا الكلام. تكلمنا عن طبقة التروبوسفير وهي الطبقة القريبة من سطح الأرض، وذكرنا أنها سميت بطبقة الطقس. تأمل هذه الصورة، ماذا تلاحظ؟ إيش نلاحظ هنا؟ سحاب. طيب ركز هنا، وش هذا ممكن؟ نجد أن هذا إيش؟ أمطار، وكذلك إيش؟ عواصف وثلوج، هذه كلها تعرف بالظواهر الجوية، ظواهر جوية، رياح، عواصف، سحاب، أمطار، هذه الظواهر الجوية المتغيرة التي تتغير يوميا تعرف بإيش؟ حالات الجو اللي تحدث يوميا، نصفها دائما بالطقس. الطقس هو وصف لحالة الجو في الطبقة السفلية،
إذا نصف حالة الجو لفترة قصيرة في الطبقة السفلية اللي هي التروبوسفير، ولذلك سميت هذه الطبقة بطبقة الطقس. ليش؟ لأنها تتعرض لتغيرات في حالات الجو، تغيرات في حالات الجو كما هو واضح لدينا في الصورة. طبعا هذه التغيرات اللي تحدث في الجو، من المؤثر الأساسي فيها؟ مين؟ أيوة، الشمس. الشمس وحرارة الشمس هي التي تؤدي إلى هذه التغيرات التي تحدث في الطقس، ودائما يتأثر فيها طبقة الغلاف الجوي القريبة من الأرض، لأن الأرض هي التي تتأثر بحرارة الشمس. سؤال أعزائي الطلاب، يمتص سطح الأرض فراغ من طاقة الشمس، وشو؟ سطح الأرض كم يمتص؟ إذن يمتص سطح الأرض 50% من طاقة الشمس. ممتاز. سؤالنا الثاني، هل هناك دقائق غازات في الفضاء؟ هل هناك دقائق غازات في الفضاء؟ فكر. إذن نعم، توجد جسيمات من الغاز في طبقة الإكسوسفير في الفضاء بكميات قليلة، وتكون متباعدة بعضها عن بعض. تكلمنا في طبقات الغلاف الجوي، ذكرنا أن طبقات الغلاف الجوي الهواء وذرات الهواء الموجودة في طبقات الغلاف الجوي الخمس، كلها هذه الذرات الهواء لها وزن، وهذا الهواء جميع يضغط على سطح الأرض ويكون هنالك ما يعرف بماذا؟ لما هي تضغط على سطح الأرض نقول إيش؟ ضغط، تضغط على سطح الأرض، وهذا ما يعرف بالضغط الجوي. إذن الضغط الجوي هو ينتج عن ضغط وزن الهواء في طبقات الغلاف الجوي وتأثيره وضغطه على سطح الأرض، ولكن هذا الضغط الجوي يتأثر بعدة عوامل، هي واحد الحجم و درجة الحرارة والارتفاع عن سطح البحر وكمية بخار الماء، سوف نتناولها بالتفصيل. الحجم، تأمل معي هذه الصورة، الكرة هذه، طيب الكرة هذه جسم، وهنا عندي فراغ، لو حطيت الكرة بهذا الفراغ لم يعد هناك فراغ، سوف تشغل مكان، حيز، هذا الحيز الذي سوف تشغل الكرة لو وضعناها في هذا الفراغ. كذلك إيش؟ المكعب لو وضعناه في هذا الفراغ سوف يشغل حيز على نفس شكل المكعب، لم يعد هنا فراغ ولكن أشغل هذا الفراغ بالمكعب. إذن الحجم هو مقدار الحيز أو الفراغ الذي يشغله جسم ما، الفراغ الذي يشغله الجسم هو الحجم. الضغط يتأثر بحجم الوعاء، فلو عندي هنا وعاءين، من الأكبر في هذا الوعاءين؟ الوعاء الأيمن ولا الأيسر؟ إذن الوعاء الأيسر هو الأكبر وأكبر حجم المادة فيه. طيب لو نظرنا إلى مقياس الضغط، من اللي ضغط أكثر؟ اللي حجمه أقل، اللي حجمه أقل ضغطه 3، واللي حجمه أكثر ضغطه 1. إذن ما العلاقة؟ كلما زاد الحجم، كلما زاد حجم الوعاء قل الضغط، نجد أن الضغط أقل، إذن كلما زاد الحجم قل الضغط. طيب علاقة الضغط بدرجة الحرارة، درجة الحرارة لها علاقة بضغط الهواء،
لو عندك هذا الإناء فيه هذه ذرات إيش؟ ذرات الهواء. تأمل شكل ذرات الهواء والمسافات اللي بينها، تجدها إيش؟ متقاربة. طيب لو أخذنا هذا الوعاء اللي فيه هواء وسخناه على النار، طيب تأمل ذرات الهواء، المسافة اللي بينها هل هي نفسها ولا إيش؟ ها، نجد أن ذرات الهواء تباعدت، نجد أن ذرات الهواء تباعدت مع بتأثير إيش؟ الحرارة. وبما أنها تباعدت، شو يصير ضغط الهواء؟ يقل. إذا كلما ارتفعت درجة الحرارة يقل الضغط، كلما ارتفعت درجة الحرارة يقل الضغط. طيب علاقة الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح البحر. على سطح البحر، لو نكون على سطح البحر، لو تخيلنا أن الضغط الجوي يمثل عمود من الهواء يبدأ من سطح البحر إلى طبقات أعلى طبقات الغلاف الجوي، هذا هو عمود الهواء. طيب إذا طلعنا إلى هنا، إلى هذا الارتفاع، إيش صار في العمود؟ إيش صار في طول العمود؟ صار أقل. نعم. طيب لو ارتفعنا أكثر، إيش صار في العمود؟ صار أقل. طيب ارتفعنا أكثر برضه، إذا يقل. إذا نجد أننا كلما ارتفعنا ماذا يحدث في عمود الهواء في طوله؟ كلما ارتفعنا، أيوه، نجد أنه يقل طول عمود الهواء. إذا نستنتج من ذلك أن كلما ارتفعنا عن سطح البحر إيش؟ يقل الضغط. نعم، كلما ارتفعنا عن سطح البحر يقل الضغط. سؤال أعزائي الطلاب، ركز معي. ارتفاع عمود الهواء فوق الجبال أقل من ارتفاعه عند مستوى سطح البحر، هذه العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ أيوة، إذا هذه العبارة صحيحة. ممتاز. طيب نأتي الآن، و لو نظرنا إلى هذا الشكل، ميزان، وضعنا في كفة الميزان إحدى الكفتين إيش؟ هواء، وفي الكفة الأخرى وضعنا بخار الماء، بخار الماء، من الأثقل؟ الأثقل مين؟ واضح في الكفة اللي رجحت اللي هو الهواء، الهواء، إذا وزن الهواء أكبر من وزن بخار الماء، إذا لاحظ هذا هواء لا يوجد فيه بخار ماء في الميزان، وفي الكفة الأخرى هواء ممزوج ببخار الماء، من الأثقل؟ إذن الهواء هو أثقل من الهواء وبخار الماء معا. إذا وجد بخار الماء في الهواء يقل وزن الهواء، إذن بخار الماء يسبب في تناقص وزن الهواء إذا امتزج فيه. وهذا البخار الماء لما يكون بخار ماء ممزوج في الهواء، زيادة نسبة كمية بخار الماء في الهواء يعطيني ما يعرف بالرطوبة، والرطوبة هي كمية بخار الماء في الهواء، كلما زادت كمية بخار الماء في الهواء تزداد عندي إيش؟ الرطوبة، تزداد الرطوبة. الرطوبة لها علاقة الضغط الجوي، أن كلما زادت الرطوبة يقل الضغط، كلما زادت الرطوبة يقل الضغط، لأن يقل وزن الهواء فيقل الضغط. سؤال، كمية بخار الماء في الهواء تسمى ماذا؟ الحجم أم الضغط الجوي أم الرطوبة؟ ها، تسمى، أيوة، الرطوبة. ممتاز. إذا كمية بخار الماء في الهواء تسمى الرطوبة. سؤالنا الثاني، متى يكون الضغط الجوي أكبر؟ هل هو في يوم جاف ولا في يوم ماطر؟ ها، متى يكون الضغط الجوي أكبر؟ في يوم جاف ولا في يوم ماطر؟ فكر. الضغط الجوي يكون أكبر في اليوم الجاف. ليش؟
لأن ضغط الهواء الجاف أكبر من ضغط الهواء الرطب. لماذا؟ بسبب تقليل بخار الماء للضغط الجوي. إذا بخار الماء لما زاد في الهواء يقلل وزن الهواء فيقلل الضغط الجوي. طيب نأتي الآن أعزائي الطلاب إلى تقويمنا الختامي. ضع الرقم في المكان الصحيح، رقم 1، رقم 2، نريد أن نضع كل رقم في مكان صحيح من القائمة المقابلة لها. الإشعاع الشمسي، ما الذي يناسب؟ أين نضع؟ نضع أمام الإشعاع الشمسي غلاف من الهواء يحيط بالكرة الأرضية، ولا طبقة الغلاف الجوي التي تحدث فيها تغيرات الطقس، ولا الطاقة الشمسية التي تصل لكوكب ما؟ ها؟ أيوة، إذن الإشعاع الشمسي هو الطاقة الشمسية التي تصل لكوكب ما. ممتاز. طيب الغلاف الجوي، بقي عندي 2 وعندي الغلاف الجوي، هل هو غلاف من الهواء يحيط بالكرة الأرضية أم طبقة الغلاف الجوي التي تحدث فيها تغيرات الطقس؟ ها؟ أيوة، إذن الغلاف الجوي هو غلاف من الهواء يحيط بالكرة الأرضية. تمام. أيضا نكمل تقويمنا الختامي أعزائي الطلاب والطالبات. قم بوضع الرقم الصحيح لكل فقرة. عندي 3 فقرات، لازم نضع الرقم الصحيح المناسب لها، إما 1 يعني صح أو 2 أي أنها عبارة خاطئة. نأتي للجملة الأولى، كلما زاد حجم الوعاء قل ضغط الهواء فيه. ها، صح ولا خطأ؟ شوف، إذن صحيح، إذن عبارة صحيحة، كلما زاد حجم الوعاء يقل ضغط الهواء فيه. طيب يقل الضغط كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر. يقل الضغط كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر. ها، صح ولا خطأ؟ إذن أيضا عبارة صحيحة. تمام. نأتي إلى عبارتنا الثالثة، كلما قلت درجة الحرارة قل ضغط الهواء. أيوة، إذن نضع 2 يعني إيش؟ يعني عبارة خاطئة، لأن الصحيح كلما قلت درجة الحرارة العكس، يكون الضغط يرتفع لا يقل. ممتاز ممتاز. طيب نأتي الآن إلى ما تعلمناه في يومنا هذا أعزائي الطلاب، هو أن أشعة الشمس تدفي الأرض، وذلك عن طريق الإشعاع الشمسي الذي هو عبارة عن انتقال للطاقة الشمس الطاقة الحرارية إلى الأرض. وأكثر منطقة تتعرض لدرجة حرارة أشعة الشمس هي منطقة خط الاستواء، وهو الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. أشعة الشمس 45% ذكرنا منها تنعكس وتمتص في طبقات الغلاف الجوي، والغلاف الجوي هو غلاف يحيط بالكرة الأرضية، وهو غلاف من الهواء، وهو عبارة عن 5 طبقات. الطبقة الأولى القريبة من الأرض هي طبقة التروبوسفير، وتعرف بطبقة الطقس، أيضا الطبقة الستراتوسفير، ثم أعلى منها الميزوسفير، ثم الأعلى الثيرموسفير، وأخيرا أعلى طبقة طبقة الإكسوسفير. أيضا تكلمنا في يومنا هذا عن الضغط الجوي، وذكرنا أن الضغط الجوي يتأثر ويتغير بالحجم وبدرجة الحرارة، وكذلك بالارتفاع عن سطح البحر، وكذلك يتأثر ويتغير بكمية بخار الماء في الهواء. نكون هنا أعزائي الطلاب والطالبات قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم.
على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى، أستودعكم الله وفي أمان.